الرابط بين المي وصفة الصبر؟ عشان نجاوب على هذا السؤال كان لازم نيجي على مدينة الصبر. الصلت مدينة عظيمة مر عليها ثقافات وشخصيات كثير، بس واحد من الشخصيات المهمة اللي مرت من هون هو شخص اسمه مرتبط بشكل وثيق بصفة الصبر. احنا اليوم في مقام النبي أيوب أو ما يعرف بالخربة. أستاذي، ما هي الخربة؟ الخربة هي الموقع اللي بيكون أول شيء مأهول بالسكان وبتركوه وبصير قديم بخرب، فسميت الخربة. وهذا الموقع سميت بخربة أيوب لأنه كان في ناس هنا ساكنين وقريب من مقام نبي الله أيوب عليه السلام، فسميت بخربة أيوب. احنا بنعرف أنه في مجموعة مقامات، في منها بعمان، في منها بلبنان، لكن هل اللي هون هو مقام أم ضريح؟ احنا لما نقول ضريح بيكون في ضريح للنبي موجود ومؤكد أنه موجود في هذيك المنطقة، لكن المقام نعرف أنه أقام فيه النبي أيوب، أقام في هذا الموقع فسميت بخربة أيوب. من الخراب أنه هو من مكان الخراب. خرج نعم من الناس. نعم نعم، فسميت بخربة أيوب هذه. فالإنسان لما يجي هنا بالتعظ وبأخذ موعظة من هذا النبي على اللي صار معاه في حياته وقديش صبر وحتى ربنا سبحانه وتعالى أزال عنه البلاء ورزقه بالأولاد ورزقه بالمال. طيب، على ذكر المسجد، هذا المسجد حديث البناء، يعني تقريبا في 2014 بني، صح؟ هل لما بني كان قبل في آثار مرتبطة بوجود الخربة في هذا المكان؟ الست الموقع اللي بني فيه المسجد لا، ما في آثار. إحنا حددنا الموقع حسب الدراسات والعلمية إنه الخربة بهذا المحيط موجودة. اللي هو محيط السور اللي إحنا شايفينه. نعم، اللي إحنا موجودين فيه، وإحنا يعني في تعاون إن شاء الله راح يكون بيننا وبين دائرة الآثار العامة، وإحنا سبق وإنه خاطبناهم بخصوص هذا الموقع حتى يتم التنقيب في هذا الموقع وإبراز المكان الأثري اللي موجود هنا. بعد 13 سنة من المرض أنزل رب العالمين على سيدنا أيوب: اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ليشفى سيدنا أيوب من المرض بعد ما تفجر ينبوع من تحت قدمه. ليكون هذا الرابط بين المياه وبين صفة سيدنا أيوب المعروفة الصبر. دروس كثير ممكن نستفيدها من قصة سيدنا أيوب، لكن أهمها أنه الصبر كنز من كنوز الرحمة، ورب العالمين ما بيعطيها إلا للعبد الكريم.